عدي أوبيه من المساخير الكبار ديال المخزن، شخصية أسطورية بامتياز. علاش؟ أولا كيقولوا راه عنده البركة وبأن الجسد ديالو ما كيخترقوش القرطاس. هذه واحد من الهضرة اللي كل شيء عرفه وكتنقل أهل المنطقة لوصف ومدح عدي أوبيه عامل تافيلات. علاش؟ للقوة ديالته والحنكة الحربية والقوة الشخصية ديالته والكاريزما الفريدة اللي كيتمتع بها، ولا مشهور ضمن الجيش الفرنسي انطلاقا من سنة 1930، ومن حول الاستعمار مرتبة قائد فزعة وهو لا يزال في 19 من العمر. وهنا غادي تتم الترقية ديالته إلى درجة ديال القائد ديال بصح يوم 22 أبريل 1933، وكان عنده تعاطف كبير من طرف الأئمة والفقهاء ديال المساجد. السؤال، واش شكون هو عدي أوبيه وعلاش كان متمرد، ولا كان التمرد دائما في الدم عنده، ولا النية ديالته هي اللي لقاتها ليه؟ بداية، عدي ابن بيه أي ترهو المنحدر من قبيلة أيت إزدق، كان من عائلة لاباس عليها بزاف، حيث استفد بصفته قائد من نظام ديال الصخرة اللي كان باش كيبني قصبات كبيرة وبطرق معمارية رائعة دخيلة على مجتمع الجنوب الشرقي ديال منطقة تافيلالت. وكان كيتشبه بزاف بتقليد تهامي القلاوي في نمط العيش ديالو والنفوذ وحياة البتخ. وزيد وزيد سير عليه كون شويه كان غادي يولي بحال ولا البشر القلاوي، بفضل الاسره ديالو والنفوذ ديالها الكبير اللي كانت كتستقطب اعداد كبيره من اليهود اللي كيطلبوا منهم الحبايه مقابل منحهم كميات وافره من الذهب والفضه والحيلي. وزيد لهنا وزيد لهيه والزرابي والاواني، حتى واحد السيد عاود بان الغرفه ديال به ايطرهو لقاوها عامره على الاخر ديالها بالكنوز، وقال الوالد عدي هذا هو الصعود، اما النزول فيعلمه الله. عدي أوبيه رفضي وقع على وثيقة عزل محمد الخامس، الشيء اللي جعل المستعمر الفرنسي طال عليه الدم وتزادت الشعبية ديالته ولا خطر على مصالح ديال الفرنسيس. فتم إفاد لجنة ديال التحرير والبحث حجارة الاعتقال ديالو واتهامه ديالو بالجنون وطار ليه الفرخ، فتم إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد، وهي الواقعة اللي ربطوها بزاف الرواية الشفوية في المنطقة بحادثة الكلب. كيفاش دايره هاد الحادثه ديال الكلب؟ تم استدعاء سنه 1947 من طرف سلطات الحمايه لمركز الريج من اجل باش يوشحوا، فامر رجاله باش يحضر كلب معاه يوم الاحتفال. وحين قام احد كبار ضباط بالمحاوله، يعني كبار ضباط الفرنسيين بمحاوله تثبيته ويسامحه العنق عدي أوبيه، اقدم هذا الاخير على وضعه في عنق ديال الكلب، الشيء اللي جعل الدم يطلع للفرنساويين وليتم نفيه وإيداعه بالمستشفى ديال الأمراض العقلية برشيد. المؤرخ والكاتب الصحفي المخضرم عبد اللطيف جبرو كيأكد على أن سلطات الحماية ما دخلتوش لمستشفى الأمراض العقلية، بل تم إبعاده فقط عن المنطقة وحطته قرب مدرسة قرب مستشفى المتواجد برشيد. بغات زعما تحطم الكبرياء ديالو والمعنويات الرمزية باش تحطم الكاريزما اللي كيتمتع بها في المنطقة ديال تافيلالت وطيح ليه كواريه. نقطة التحول الكبرى اللي غادي تغير المسار ديال حياة عدي أوبيه ويعني نقطة النهاية هي عودة الراحل محمد الخامس من المنفى، وهذا الأخير يعني كجزاء ليه وكمكافأة عينه في 17 ديسمبر 1955 عامل على إقليم تافيلالت. عدي أوبيه كانت عقليته قبليه صرفه، وكان كيرفض تعيين يعني الاعوان ديال السلطه المركزيه من القواد والقوداس في المنطقه ديالو، بل انه كان كيرفض بشده انه كيرفض الحكومه ديال الاستقلاليين والمسؤولين في التراب ديال الاقليم اللي كانوا كيرسلوا ليه. وتعبيرا منه على هذا الرفض، كان كل ما تم تعيين مسؤول بمنطقه ديال النفوذ ديالو يقوم بالحبس ديالو في زريبه ديال المواشي ولا في بيت ديال الدجاج ولا في بيت ديال الحمام ليله كامله، والغد الاخر كيقول له الله يعاونك. استمر على هاد الحال رافدا منطق الخضوع نظرا للشعبيه ديالته وتشبعه بالنزعه القبليه. وحين توجه الملك محمد الخامس الى ايطاليا بعد ان نصب مولاي الحسن ولي العهد وكلفه بتسيير شؤون البلاد في غياب ديالو، اعلن عدي أوبيه التمرد ديالو وضاعف سياسه القطيعه مع الدوله في 18 يناير 1957، فارسل اليه ولي العهد انذاك بدي الامر كلا من الحسن اليوسي والفقيه بالعربي العلوي التحاوروا معاه باش يلقاو شي حل بلا نتيجه، ثم ارسل الجنرال الكتاني ومحمد عواد من اجل الاستسلام مقابل الامان. وهنا سقط عدي أوبيه في الفخ وقولبه، حيث شرح المحامي ديال عائله المهدي بن بركه موريس بيتان
ذلك في الكتاب ديالو الحسن الثاني دوغول بمبركة بالقول تم إخبار عدي أبيه بأن ولي العهد بغي يهضر معه فقط في القصر، وهو الأمر الذي استجاب له دون تردد عدي أبيه، لكن لم تكن سوى مصيدة الاعتقال العامل المثير للجدل والحكم عليه بالإعدام رغم أنه قطع عليه وعد بالأمان، وهو الأمر الذي وصفه موريس بيتان بالمؤامرة من طرف مولاي الحسن. المصادر التاريخية قالت أن نيتو هي اللي رقات عليه. خلال أطوار المحاكمة فجر عدي أبيه قنبلة كبيرة وأكد بأن الحسن اليوسي وزير الداخلية خبره بأن نفي محمد الخامس من طرف الاستقلاليين مرة أخرى، وبأن هناك مؤامرة ضد العرش تستوجب تسليح القبائل والتمرد على السلطات المركزية. كما كشف بأن الحسن اليوسي هو من زوده وعطاه الأسلحة، وكانت فرنسا وإسبانيا داخلين في هذه القضية وخسر اللعب. هذا جعل الحسن اليوسي يهرب للجبال الأطلس ثم يهرب لإسبانيا ويطلب اللجوء تما. من المحاكمين في هذه القضية تمرد عدي أبيه ولا تمرد تافيلات كان معاه القائد موحة أورا اللي زاروا المهدي مبركة في السجن. فكشف الموحة عن حقيقة هذا التمرد عن الخداع اللي تعرض له عدي أبيه، وفتم التعجيل بإعدام موحة أورا مباشرة بعد أن وصل الخبر للنظام بأنه قال بزاف ديال الأسرار الخطيرة للمهدي بن بركة، ويعتبر القائد موحة أورا الوحيد الذي طبق الإعدام في حقه عقب واقعة تمرد تافيلات. بقى عدي أبيه في السجن ثم نقل إلى المستشفى بن سيرين بالرباط حتى مات سنة 1961، موتة خايبة بزاف فيها الكثير من الغموض. بعض الروايات كتقول بأنه مات بالغداء بسبب الخدعة والمكر والتقول اللي تعرض ليه، ورواية أخرى وفقا لما جاء في كتاب موريس بيتان بأنه مات مسبوم من طرف النظام لإنهاء حقبة ديالته والأسرار اللي كان هاز معها. من اللي مات داروا ليه جنازة كبيرة منطقة كراندو بدائرة الريف حضرتها كبار الشخصيات السياسية. وفاة عدي أبيه الغامضة واللي فيها بزاف ما يتقال جعلت منه بطل وأسطورة في نظر الكثير من أبناء القبيلة ديالته، ونسجت عليها بزاف ديال القصص من وحي الخيال اللي وصف القوة والبطولة ديالته وحبه لفعل الخير ورفضه للخنوع ما كانش حاضر راسه، وتكتب به بزاف ديال القصائد الشعرية بالأمازيغية اللي تغنت على البطولة ديالو بزاف ديال المحافل والتجمعات. عن أول انقلاب في تاريخ المغرب ما كيعرفش شنو هو الخوف لقلبه وكيفاش قلبته النية ديالته مع خوتنا في الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.